أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنها باتت تستحوذ على غالبية أسهم شركة فيفا الكويتية بعد شراء 25.8% إضافية من أسهم ثالث شركة كويتية للاتصالات بقيمة 425 مليون دولار. هذا ويبلغ عدد عملاء فيفا 2.4 مليون شخص. وأضافت الشركة في بيان نشر في بورصتي السعودية والكويت أن مالكي 128.8 مليون سهم أو 25.8% من الشركة قابل العرض لترتفع حصتها إلى 51.8%.